اكيد هنبدا نهارنا العالمي من عند ريال مدريد، واللي حقق دوري ابطال اوروبا للمره ال15 في تاريخه بالفوز على بروسيا دورتموند في نهائي دوري الابطال، واللي اتلعب على ملعب ويمبلي في انجلترا. ريال مدريد بدا بتشكيل من غير اي مفاجات، توني كروس بدا اساسي في مباراته الاخيره مع ريال مدريد قبل الاعتزال، كمان كورتوا بدا كاساسي بسبب ان لونين كان يعني بيعاني من نزله برد. اما بروسيا دورتموند فبدات بتشكيله اللي فاز بيه على باريس سان جيرمان في المباراه نصف النهائي، كمان ماركو رويس اسطوره دورتموند جلس على مقاعد البدلاء في مباراته الاخيره بقميص دورتموند ولكنه شارك كبديل في الشوط الثاني. سجل ثنائيه ريال مدريد كارفاخال في الدقيقه ال 74 وفينيسيو جونيور في الدقيقه 83. كارفاخال فاز بجائزه افضل لاعب في نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ما سجل هدف وقدم اداء اكثر من رائع خلال المباراه. دورتموند بصراحه قدم شوط اول مميز جدا واقدر فرص محققه للتسجيل، اما الشوط الثاني فالامور اتغيرت تماما لريال مدريد اللي قدر انه يفوز ويرفع دوري الابطال كعادته، واثبت المقوله الخالده ان في ليالي الابطال لا مثيل للريال. وامبارح بصراحه يعني ريال مدريد يعني ساب دورتموند استحوذ وساب دورتموند سيطر وضيعت كمان اهداف كانت محققه وانفرادات وحاجات بصراحه يعني اللي كان بيتفرج على المباراه امبارح ما كانش يتوقع السيناريو ده. لكن كعاده بقى ريال مدريد انت تلعب وانا اكسب، فبالنسبه لي يعني لو هنحط عنوان لمباراه امبارح لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، ريال مدريد سيد اسياد القاره الاوروبيه. خليني اقول لكم على بعض الارقام القياسيه اللي حققها ريال مدريد بعد فوزه بدوري الابطال من ساعه النظام الجديد لدوري الابطال واللي طبق سنه 92 93. ريال مدريد حقق اللقب 9 مرات وطبعا باجمالي 15 بطوله في عدد كل الالقاب. كمان ريال مدريد بعد عن اقرب منافسيه اللي هو ميلان الايطالي صاحب ال7 القاب. ريال مدريد وسع الفارق مع ميلان ل8 القاب بالتمام والكمال. كارلو انشيلوتي مدرب الريال حقق دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته كأكتر مدرب فاز بهذا اللقب، مرتين مع ميلان و3 مرات مع ريال مدريد. أما أردا جولر لاعب ريال مدريد التركي أصبح أول لاعب تركي بيحقق دوري الأبطال في التاريخ. توني كروس كمان اللي أعلن اعتزاله بعد اليورو قدر يختم مسيرته مع ريال مدريد في الموسم الأخير ليه بدوري الأبطال السادس في مسيرته بواقع لقب مع بايرن ميونخ و5 ألقاب مع ريال مدريد وإجمالي 23 بطولة مع النادي الملكي طوال مسيرته الكروية. أما كارفاخال وناتشو ولوكا مودريتش وكمان توني كروس وصلوا ل6 دوري أبطال في مسيرتهم حققوها كلها مع ريال مدريد عشان يكونوا متساويين مع باكو خينتو الأسطورة الأسبانية كأكتر لاعب تم تتويجه بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ. الرقم المميز الأخير هي أن دي أول مرة ريال مدريد بيحقق دوري الأبطال من غير ولا خسارة، 10 انتصارات و3 تعادلات هي حصيلة الملكي في تحقيق النسخة ال15 من الشامبيونز ليج. نروح لتصريحات جود بلينجهام لاعب ريال مدريد واللي حقق أول ألقابه في دوري الأبطال وهو عنده 20 سنة. تخيل حضرتك يعني واحد بيحقق يعني أعظم لقب أو من أكبر الألقاب اللي أي لعيب نفسه حققها وهو عنده 20 سنة. فبيلينجهام اتكلم وقال إنه مش لاقي كلام يوصف بيه شعوره وإن دي أفضل ليلة في حياته، إنه دايما كان بيحلم بإنه يلعب مباريات زي دي وإنه بيشكر زمايله وبيشكر عيلته والمعدين البدنيين والجهاز الفني وكل حد بصراحة في المنظومة، لأن ده في الأول وفي الآخر عمل جماعي ضخم وإنه ما كانش بيحلم إنه يلعب موسم مثالي أفضل من ده مع ريال مدريد. اللاعب الإنجليزي قال إن دورتموند كان أفضل في الشوط الأول وكانوا يقدروا يسجلوا 2 أو 3 أهداف، لكن شخصية ريال مدريد
قدرت ان هم يقلبوا مجريات المباراه في الشوط الثاني ويكونوا اصحاب المبادره ويسجلوا هدفين في شباك الفريق الالماني. بلينجهام اتكلم بشكل محترم جدا عن دورتموند وقال انه بيشكرهم لان كل اللي وصل له ما كانش ممكن يوصل له من غير بروسيا دورتموند وانهم قدموا للكثير خلال فتره لعبه هناك، لكن ريال مدريد هو نادي خاص جدا بالنسبه ليه لانه كان بمثابه حلم اصبح حقيقه للاعب. بلينجهام ساهم في 9 أهداف خلال 11 مباراه لعبهم مع ريال مدريد في دوري الابطال خلال الموسم الحالي، سجل 4 وصنع 5 منهم صناعه الهدف الثاني للريال امام بروسيا دورتموند. فالسنه الجايه بقى والموسم اللي جاي جود بلينجهام مع فينيسيوس جونيور مع رودريجو مع كمان احتماليه كبيره لوجود امبابي هيبقى نادي ريال مدريد فريق يعني فريق مرعب وفريق يخوف اي فريق اكتر ما هو يعني رعب الناس كلها خلال الموسم الحالي.